إلى تذكيري بأبرز وأهم العناوين. استئناف صلاح الدين تصدر أكثر من 3000 قرار تمييزي لتعويض متضرري العمليات العسكرية، ومواطنون في الطوز يشكون تأخر مستحقاتهم. تطمينات بمواصلة مشاريع الأعمار في صلاح الدين ضمن توقيتات زمنية معلومة، ومقاتلات F-16 تدمر أوكار داعش في مطيبيجة. مفوضية الانتخابات تنفي تسجيل أي تلاعب بنتائج العد والفرز اليدوي، ومراقبون يتوقعون مصادقة الاتحادية على تشكيل البرلمان الجديد الأسبوع الجاري. مشاورات الكتل بعيدة عن الأضواء، وخيارات السنة والكرد لا علاقة لها ببدائل النفوذ في البيت السياسي الشيعي لتشكيل كتلة أكبر وحكومة قوية. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.